ما لو القانون يعني هيبقى حلو للناس موافق. ده الكلام ده للناس اللي مترخصة بقى، عايز ترخيص طبعا. لا عادي، قلق وكده يعني، في قلق، العربيات كلها متاخده، في قلق عادي. مش لما تكسب لك النهارده 200 300 جنيه مش كتير. كتير ان انت بتقعد مثلا يومين في الاسبوع، والسبت الشغل تعبان، الجمعه ما فيش شغل. ده عربيه الفول بتاعتنا ماشي دلوقتي حضرتك، البلديه كل يومين ثلاثه يجوا يشيلوا العربيه ويشيلوا الناس اللي جنبنا، فده ما يرضيش ربنا. الناس تعمل ايه؟ ما حضرتك القانون ده لو هيفيدنا احنا موافقين بيه، ومش هيفيدنا طبعا مش هنوافق بيه. لا ده مكاننا حضرتك، احنا ما بنأجرش من حد، بس هنا لما ندفع هما مش هيرخصونا، ويحس احنا من زمان احنا واقفين في المكان ده، فما ينفعش حد يجي يقف ايه في مكاننا. ما دي رزقها بقى، ما حدش يقدر يحددها، هي ورزقها، فاهمني؟ ربنا ما خصص لك رزق هو بيحدده لك.